زينب تقول أختها يعني كانت تريد أن تعمل بير لوالدها المتوفى رحمة الله عليه، تقول يعني الآن عندنا مشاكل في بلدنا، ممكن أنها ترسل هذه النقود للأيتام؟ زينب بارك الله فيك، إرسالها النقود للأيتام وللمهجرين وللمشردين ولمن أخرجوا من بيوتهم أفضل من حفر البئر، أفضل من حفر البئر، لأن الصدقة أحيانا تتفاضل على حسب الحاجة والضرورة. فإذا وجدت حاجة الآن عندي مبلغ مثلا أريد أن أبني في مسجد، لكن عندي مريض يريد يجري عملية جراحية وما عنده قدرة، حياته مهددة، يعني الموت، يعني قال الأطباء إن لم تجري عملية ستموت، وهذا كله بيد الله. أعطيه المبلغ أفضل من أني أبني مسجد، أفضل من أني أبني مسجد. شخص الآن يريد أن يحفر بئر وعنده أرملة أو يتيم أو مسكين ما يجدون العظام ولا كسرة الطعام ولا يجدون ما يكنهم ويحميهم من البرد والحر، ها؟ أعطيهم أفضل من أنني أذهب أحفر بئر ولا أطبع مصاحف. لاحظت كيف؟ فالحاجة اللي في بلدك يا أختي الفاضلة، حاجة الأيتام والفقراء والمساكين والأرامل والمشردين، هؤلاء المهجرين اللي في المخيم، هذا أفضل. فقولي لها تبعث الصدقة وتنوي الأجر للوالد ويصل ثوابه للوالد بإذن الله.